60 ريال بنية تسخير زوجي تكفون، ادعوا لنا ان الله يتقبل منا ومنكم. الى هنا يا الاحبه، ونختم بدعاء شيخنا. الى هنا يا الاحبه نختم حلقتنا، ولكن هناك جائزه لعبد الله الفريدي، فريق ايش؟ الشلفة. وخلف فريق ايش؟ الشلفة. الشلفة لفريق الشلفة اليوم بتواجدهم وبحضورهم، ومن بداية الحلقة أخوي علي جاء متأخر والإعداد يقولون ما له شيء، نمشيك وأنا قدر الله. لفريق الشلفة اليوم 10,000 ريال. الله يطول عمرك. يستاهلون لحضورهم ولمشاركاتهم ولمبادراتهم. الشيخ علي الشيخ ما فيه لو شيء بسيط على حضوره؟ والله الاعداد يقولون جاء متاخر. ان قبلت شفاعتي اعطوه له. تقبلون شفاعه الشيخ حمد العلي؟ فريق ايش؟ البيري. بيض الله وجهك. يسمعون الفريق البيري؟ ما اعطوك انا اللي بعطيك. ثاني الله يهداك. شوف الاعداد. والدك الجنه من جاء الله. ثاني الله معدن راس. الله يرحم والديك. ان اعطوني ما اعطوني اكثر وصف. الله يرحم والديك يرفع قدرك، وانت تستاهل والله. الله يهونون الشباب. طيب. احرجتكم. طيب شفاعتك مقبولة يا شيخ. الله يبيض وجهكم. فريق البيرق يستاهل. كم نعطيه؟ كم نعطيه شيخ؟ عندكم عاد لا تحرجون. 1000. لا زيدوا ولا 1000 شوي. 2000. زيدها زيدها. اعطوه 3 يستاهل. الاعداد يقولون 1000. يستاهل؟ خلاص. ما دام الشيخ قال 3، إذا 3000 يستاهل. علي فريق البيرق. يستاهل. شكرا لكم قبلت شفاعتي. يستاهل والله. يستاهل والله يستاهل. أنا ما أقولها ترى الله يبيض وجهك والله أنك تستاهل. أيها الأحبة، حتى نختم بدعاء شيخنا ونختم هذه الحلقة، إلى هنا انتهت فقرتنا، إلى هنا وقفنا بمراسي مراكبنا، إلى هنا استوينا على الجودي، إلى هنا في هذه الليلة نختم. وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى حلقة فريدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون بإذن الله الختام إلا أن يأتي من عند الله أمرا جديد. حياكم الله في